يوسف يقول يا شيخ ورد في بعض الأحاديث إياكم وخضراء الدمن، ما المقصود بذلك مأجورين؟ يا المرأة الجميلة من المنبت الرديء، هي جميلة ولكن أصلها رديء، ليست مثلا متمسكة بعفتها ودينها، جمالها لا يكفي، هي مثل خضراء الدمن ما ينبت في منازل الناس، منازل البادية ينبت العشب الأخضر ويتغذى من هذه المنازل، هذه خضراء الدمن يعني المنازل. نعم.